بسم الله الرحمن الرحيم. ده الاوتلاين اللي بيتشرح في كورس الفاير فايتنج او كورس الحريق المقدم من شركة انجو سوفت. اول حاجة هنتكلم عليها هو يعني ايه حريق، وايه هي الطرق المختلفة اللي اقدر اكافح بيها سواء مية او غازات. النقطة اللي بعديها بنتكلم على الاجزاء المهمة جدا في كود الحريق العالمي اللي هو الـ NFPA اللي هو الـ National Fire Protection Association. بنبدأ نتكلم عليه، نشوف الاكواد اللي موجودة وايه اهم الاكواد اللي فعلا بنستخدمها في التصميم. تالت حاجة بنبدأ نتكلم على شرح مفصل نظام اطفاء المية التلقائي بالرشاشات اللي احنا بنشوفه في اي مول او اي مبنى تجاري. بعد كده بنتكلم على مثال عملي، نبدأ نوزع الريسبرينكلرز اللي موجودة عندنا والمسافات ما بينها، ونحدد المسافات والليميتيشنز، ونبدأ نعمل مسار المواسير. كل ده بالاشتراك مع الناس بنشتغل، انا بشتغل كمدرب على الاوتوكاد وفي نفس الوقت الناس بتشاركني المثال علشان نقدر نحقق اقصى استفادة. بعد كده هنتكلم على انواع المحابس اللي موجودة عندنا على نظام الفاير فايتنج، وايه هي الاجهزة المختلفة اللي بتكون موجودة زي الفلو سويتش، زي الاو اس او اس اند واي جيت فالف. هنبدأ نتكلم على الحاجات دي كلها، زي البريشر ديوسينج فالف، هنعرف طبعا وظيفة كل حاجة في وقتها ان شاء الله. وهنتكلم على ايه هو نظام الاطفاء اليدوي، ايه هي الطفايات اللي اقدر استخدمها في اماكن كتير قوي، بنشوف طفايات مستخدمة، ايه هي اسس التصميم بتاعتها، ازاي بنحدد العدد المستخدم اللي نقدر استخدمه في المكان، وايه هي المسافات ما بينها. بعد كده بنتكلم على انواع السبرينكلرز او الرشاشات الموجودة، وايه هي العوامل اللي بنختار عليها السبرينكلرز. بعد كده بنستخدم على ازاي احدد السعة المطلوبة لخزان الحريق. بعد كده بنتكلم على ازاي ان احنا نعمل الهيدروليك كالكوليشنز او الحسابات الهيدروليكية، طبعا بناخدها بطريقتين، بالحسابات اليدوية عشان نفهم المعادلات، وبعد كده بنستخدم البرنامج المشهور جدا جدا الايليت فاير، ده اشهر وادق برنامج يقدر يحسب لي الفلوريت والبريشر اللي انا محتاجه للمضخة، بالاضافة على بعض النقاط اللي احنا هنعمل عليها تشيك بنفسنا. بعد كده هناخد مثال على ازاي ان احنا نستخدم برنامج الاليت، هناخده وهنبدأ نمارسه مع بعض. بعد كده هنتكلم على الانواع المختلفة للمضخات اللي بتستخدم في الحريق، وليه تحديدا الانواع دي هي اللي بنستخدمها، وايه وظيفة كل واحدة منها. بعد كده هنتكلم على ازاي نختار مضخة الحريق دي، وايه هي شروط مضخة الحريق تحديدا، لان اشتراطات مضخة الحريق غير اي مضخة تانية. بعد كده هنتكلم على الصناديق اللي موجودة، ايه هي انواعها، ايه هي استخداماتها، ضغوط التشغيل بتاعت كل واحدة، كمية الفلوريت او كمية التدفق اللي بتخرج من كل صندوق. بعد كده اخر نقطة هنبدأ نتكلم على انظمة الغازات المعروفة اللي هي الـ FM200 والـ CO2، هنعرف ليه الـ CO2 سام والـ FM200 هل هو سام ولا مش سام، وهنبدأ نشوف ايه هي استخداماتهم، وهنبدأ نستخدم برنامج خاص نبدأ ان احنا نحسب بيه. أرجو أن المحتوى يكون وصل كما يجب، وطبعا الموضوع فيه تفاصيل أكتر من كده، أما نخش الكورس إن شاء الله هنفهمها بالتفاصيل جدا جدا. شكرا جزيلا.